نشرت وكالة الأنروا مؤخرا تقريرا يظهر أن ما يقارب من 80% من سكان غزة يتلقون مساعدات اقتصادية من أجل إعالة أسرهم، وكثير من الأطفال في غزة غادروا المدارس وتوجهوا إلى الشوارع لبيع سلع صغيرة لكسب المال. مزيد من التفاصيل في تقرير التالي. في سوق الزاوية وسط مدينة غزة بدأت ظاهرة الباعة الأطفال المتجولون تنتشر شيئا فشيئا داخل الأسواق، حيث يبيعون السلع الصغيرة مثل الحلويات وأشياء أخرى. محمد البالغ من العمر 15 عاما هو واحد من الباعة المتجولين الذين ما زالوا في سن المراهقة، وقد سبق له أن عمل هنا لعدة سنوات. خلال حديثنا معه قال بأنه يريد التعلم في المدرسة، ولكن عائلته تعاني من الفقر الشديد ما اضطره لترك المدرسة وبدأ العمل في الشارع. قال محمد بأن المال الذي يجنيه قليل جدا، فهو لا يتجاوز 5 إلى 10 شواجر في اليوم الواحد، وفي غزة هذا المبلغ يكفي فقط لشراء سندويشة دجاج صغيرة. ومن نظري إلى هؤلاء المراهقين الذين يفترض بهم أن يذهبوا إلى المدارس، نلاحظ بأن الكثير من السكان المحليين يتعاطفون معهم ويقلقون عليهم. طبعا فيش حد بيرمي ابنه بالشارع هيك، كل واحد بيكون الا دفعت الظروف انه يتوجه لهيك، انه يخلوا اولاده اللي يشتغلوا. وحسب ما يشاع هنا، فخلال السنوات الاخيره العديد من منظمات الاغاثه الدوليه مثل الأونروا قد خفضت ميزانياتها لغزه من اجل تخصيص المزيد من التمويل للبلدان المضطربه الاخرى في المنطقه. وعلاوة على ذلك، وبسبب الصراعات الداخلية بين الفصائل الفلسطينية، فإن مدينة غزة لا تحصل على الدعم المالي من السلطة الفلسطينية المتمركزة في الضفة الغربية، وبذلك فإن انخفاض الدعم يؤدي إلى تدهور اقتصاد غزة الهش أساسا، مما دفع بالكثير من المراهقين ليبحثوا عن عمل لإعالة أسرهم. وفي ظل ذلك يتعهد المسؤولون المحليون باتخاذ خطوات فعالة لمواجهة هذه المشكلة من خلال بذل قصارى جهدهم للحد من ظاهرة عملة الأطفال.